مرحبا أيها الإخوة. في حديثنا السابق في غاية من آية، كنا قد تكلمنا عن آية يوحنا الإصحاح الخامس، كون أن الآب أعطى الابن حياة في ذاته، فالافتراض أنه دليل على التمايز يوقعنا في الآريوسية، فالذي يستمد حياته من الله فهو محدث ومخلوق. إذن القول بأن أقنوم الابن يأخذ حياته من الآب هذا إنكار لألوهية الابن، فالمسيح هو يهوه أي الكائن بذاته. وبنفس سياق الإصحاح الخامس من يوحنا نجد الابن يقول: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا وما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، وأنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إن القول أن الابن بلاهوته لا يقدر أن يعمل أو يفعل مشيئة الآب وما يفعله الآب، يجعل أقنوم الابن معتمدا على الآب في كل شيء، وهذا نقص في الابن، فالله مكتفي بذاته غير معتمد على أحد. لا يصح التفسير إلا إذا قلنا أن الابن هنا يشير لناسوت المسيح، فناسوت المسيح يعتمد على الآب في الأعمال، كما قال المسيح: الآب الحل في هو يعمل الأعمال، فالابن تجسد فيه الله أي الآب، فالابن كإنسان لا يقدر. أما الابن بصفته الله هو الآب نفسه. والآن دعونا نتكلم عن آية جديدة، وهي آية يوحنا الإصحاح السادس عشر والآية الثالثة عشرة: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. يذكر هنا أن الروح القدس لا يتكلم من نفسه بل ما يسمعه يخبر به. يقول مؤمن الثالوث أن الروح القدس متميز عن الأب، رغم أن المسيح قال إن الأب هو الروح. هل فعلا يفيد هذا التمايز أم المعنى ظهور الله في أماكن متعددة لا يعني تعدد الأشخاص، ولا يعني أشخاص متعددة تسمع بعضها؟ فالروح القدس في ظهوره يسمع من الآب رغم أنه نفس الشخص. والرأي الأنسب أن الروح القدس لا يتكلم من نفسه إلا للهدف الآتي له، وهو أن يسمع المؤمنين ويكلم المؤمنين بحسب ما يسمع ويخبرهم، فهو الذي يبكت ويعزي ويرشد المؤمنين بحسب ما يسمع منهم. فالنص لا يقول إنه يسمع الآب. الرب يبارككم، شكرا، نلتقي.